أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين ضيف في مصر، لافتا إلى أنه سيتم الحديث مع الأصدقاء في أوروبا حول تعزيز قنوات الدعم لتحمل هذا العبء. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا، أكد وزير الخارجية أنه تم التحديث أو الحديث حول الأوضاع في قطاع غزة وتوقف العمل بمعبر رفح نتيجة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر. تحدثنا عن الأزمة في قطاع غزة، تحدثنا عن الكارثة الإنسانية هناك، تحدثنا عن العدوان المستمر بعد أكثر من 10 أشهر وسط صمت دولي مريب، تحدثنا أيضا عن أنه لا حل في هذه المنطقة بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، تحدثنا عن الأولوية لإقامة الدولة، وهذا هو الموقف المصري، لابد من الدفع المستمر في اتجاه قضية الاعتراف وإنشاء الدولة الفلسطينية. المعالي الوزير سيقوم غدا بزيارة إلى مدينة العريش، وستتفقد المراكز اللوجستية الموجودة هناك لتجميع المساعدات الدولية والمصرية، وسيرى بنفسه للأسف الشديد الخلل القائم في تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمعبر والوجود العسكري للمعبر، مما أدى إلى توقف هذا المعبر تماما عن العمل من الجانب الفلسطيني، وهذا يحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.